السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما وبارك لنا فيه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مستمعي ومستمعات إذاعة الحياة FM، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، ونسأل الله تعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. هذه حلقة جديدة من حلقات الصيام جنة، وموضوع هذه الحلقة سيكون إن شاء الله يتعلق بالإنفاق. والإنفاق له وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله ونبينها في هذه الحلقة التي يصحبكم فيها الشيخ الطيب الغزي الإمام الخطيب بجامع عقبة بن نافع، والشيخ بسام كريم الإمام الخطيب بجامع السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، ومخاطبكم خليفة مراوي الإمام الخطيب بجامع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فالشيخ الطيب مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الشيخ بسام مرحبا، وإن شاء الله ربي يوفق جميعا في هذا السعي وفي هذا الجهد المبارك إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. المال هو نعمة من نعم الله تعالى، وكيف ما سبق وذكرنا في العبادات المالية وكذلك في بعض الحلقات أن المال هو نعمة من الله تعالى وهو فتنة، وقد يكون خيرا لصاحبه وقد يكون شرا. يكون خيرا إذا اكتسبه من حلال وأنفقه في الحلال وأدى حق الله تعالى عليه فيه، ويكون شرا إذا اكتسبه من حرام وأنفقه في غير ما شرع الله تعالى له. والمال هو من الوسائل التي بها قد تكون سببا في أن يدخل العبد الجنة إذا أنفقه وتصدق فيه أو به أو منه في وجوه الإنفاق المعروفة والتي سنذكرها إن شاء الله. ونحن في شهر رمضان، هذا الشهر المعظم هو شهر الرحمة وشهر التعاون وشهر الصدقات بالمال، فكما جاء في الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، والحديث طويل سنأخذ منه ما يهم موضوع حلقتنا اليوم. الحديث الذي يقول فيه سلمان، يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من أدى فيه خصلة، يعني نافلة صادقة أو غير ذلك، من أدى فيه خصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة ك
كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. ثم قال هنا بعد ذلك: وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. رزق المؤمن، يبارك الله تعالى في رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وتحرير رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فقال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف حياة الصحابة، كانوا أغلبهم فقراء لا يملكون المال، ومعروف الحياة متاعهم. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال عليه الصلاة والسلام: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. فانظروا في الإنفاق، خاصة في هذا الشهر الإنفاق عظيم، أجره عظيم. فالشيخ الطيب، المال هام جدا، والمال بطبيعة الحال سيسأل عنه العبد يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ونحن سنتحدث إن شاء الله على ما يتعلق بالإنفاق، أو كيف المسلم يتعامل مع المال الذي عنده. تفضل شيخ. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية يحسن تحديد دلالة الإنفاق حتى نتبين أهمية هذا المرفق الاجتماعي الكبير، وهذا المعطى الديني بدرجة أولى. اهتم القرآن الكريم والسنة النبوية بإفاضة الحديث عن هذا الإنفاق، وهو كما هو واضح يتميز بشموله وسعته وعمقه في حياة المجتمع. فهو إن شئتم يبدأ من كلمة طيبة لمن لا يجد إنفاقا، ومن تمرة لمن لا يتوفر لديه إلا تمرة أو شق تمرة، إلى ما لا حد له من الإنفاق. وفي مجتمعنا اليوم وفي المجتمعات الإسلامية بصفة عامة، الإنفاق يأخذ مجالات واسعة وكبيرة جدا، ويخدم مصلحة الوطن والأوطان الإسلامية، ويؤكد مظاهر التضامن والتكافل على مستوى أحيانا عالمي. الإنفاق وإن كان في ظاهره بذل المال في المصالح وفي أوجه الخير وأوجه البر وفي سبيل الله، فإنه في اعتباره مرفقا في الحياة، فإنه يتناول مجالات أوسع، ويمكن أن يعني نمس هذا من هذا المرفق الاجتماعي بالآية الكريمة التي يقول فيها رب العزة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بحيث البر وهو مجمع الخير والصلاح ورضا المولى تبارك وتعالى، يعني هذا حصر في الإنفاق، أو بالتالي ما يرضي المولى تبارك وتعالى. إذا كان الإنفاق مبرة وطاعة، وإذا كان الإنفاق سلوكا طيبا وسلوكا متميزا يعبر عن مشاعر المحبة والإخاء والتقارب والتواصل بين الناس جميعا داخل الأسرة وخارجها،
في كل محفل وفي كل مكان وفي كل زمان. إذا كان كذلك فإن عكسه البخل والشح، وهو نقيصة إنسانية بغيضة ومنكرة، ولا تورث في المجتمع إلا المزيد من الأحقاد ومزيد من الضغائن وانتشار الحسد. هذا تقريبا يعني حول دلالة الإنفاق يعني إجمالا. وتتعدد أوجهه، فهو إن شئتم إنفاق على النفس، فالإنسان لا يقتر على نفسه، أعطاه ربي المولى تبارك وتعالى نعمة، فإنه كما في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وذلك بدءا بالإنفاق. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. البخل عفاكم الله والشح يتبرأ الإنسان منه. الإنسان العاقل لا يكون كذلك، لا يكون بخيلا. الإنفاق مكرمة إنسانية يعني تنطوي وتتضمن معاني الخير، معاني الكرم، معاني الجود، ويتميز في الإسلام بسعة معانيه وتداعياته من محبة ومن مودة ومن ثواب جزيل. فهو بين الناس مودة ومحبة، ومع الله تبارك وتعالى انتظار الجزاء المضاعف. من أهم أوجهه في الإسلام بإجمال هي الزكاة. في مقدمة الإنفاق هو الزكاة والصدقات، هو سبيل الله، هو الكفارات، هو البر، هو الإحسان، هو الإسعاف، هو النجدة، هو صنائع المعروف، هو كذلك المواساة، كذلك إنذار المعسر، كذلك القرض والسلف، فهو يعني يدخل في باب الإنفاق، كذلك العلاج والإطعام، كذلك المصالح العامة، وكذلك التوسع على الفقراء وذوي الخصاصة والحرمان وأهل الحاجة. المولى تبارك وتعالى من يؤكد يعني هذا المعنى ويوجه إلى أن يكون هذا الإنفاق الذي يرضي المولى أن يكون من كسب حلال. هذه الجوانب أو هذه المجالات هي مشغل المسلمين اليوم، واليوم بمعنى لم تقف إن شئت هذه الوجوه أو الجهات لم تقف عند يعني هذا الذي ذكرته فقط. فربما في المجتمعات وبتقدمها والتواصل فيما بينها يعني من حدثت مرافق أخرى تدعم الإنفاق في الإسلام، يعني فبعث المشاريع للتشغيل الشباب، وكذلك في المحن في الأوبئة، يعني من الناس يقدمون من نفقاتهم لدعم مقاومة مثلا هذه الأوبئة. وهذا ما حدث ببلادنا، فهبت وجوه متعددة، وهب الكثير من أهل البر ومن أهل الخير يعني يوفرون التجهيزات الطبية حتى في المستشفيات العمومية، فضلا عن كونها يمدون بعض البيوت، بيوت الفقراء، بأجهزة الأكسجين وبما يقتضي مقاومة هذا الوباء. يعني فما أحوجنا اليوم للحديث عن هذا المرفق الاجتماعي الهام جدا، واستغلال شهر رمضان، شهر الإنفاق في سبيل الله، شهر يعني التضحية بالمال يعني لتحقيق يعني روح التضامن
ولكذلك التعايش السليم بين أفراد المجتمع. بارك الله فيك الشيخ الطيب. الشيخ الطيب ذكرت المجالات التي يقع فيها الإنفاق وهي كثيرة وكثيرة جدا، وكما ذكرت هناك مجالات ربما مستحدثة اليوم، وهذا لاحظناه كما ذكرت أنت خاصة في ما يتعلق بهذا الوباء، وباء كورونا، تعاون وتوفير الأجهزة وغير ذلك من المساعدات، هذه هي أخلاق الإسلام. الشيخ بسام، هناك مجالات إذن في الإنفاق كثيرة وفيها أجر عظيم من الله تعالى، فلو تذكر لنا مجالا أو مجالين وتدعم ذلك ببعض المواقف أو بعض الأمثلة لذلك. أحمد الله سبحانه وتعالى على جميع آلائه ونعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإنفاق في الإسلام ممدوح عكس الإقتار. ربي سبحانه وتعالى مدح المتصدقين ومدح المنفقين، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما. هذا يتكرر كل يوم في مع إشراق كل صباح، فما ملكين يبعثهم ربي سبحانه وتعالى، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفه أو خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا بطبيعة احنا ما نسمعهوش، ولكن هو حقيقة أخبرني عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن ملكا يدعو للمنفق بأن يخلف الله عليه ما أنفق. عشان معناه ينفق عليه له ما أنفق، يعني ربي سبحانه وتعالى يعوض ويجبر. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. طيب احنا في كي ناخذ الآلة الحاسبة ونقول أنا في جيبي توا عندي 12 دينار، خرجت منهم وأنفقت منهم وتصدقت منهم بعشرة دنانير، قداش يقعد يسخلف؟ يقعدوا لي دينارين. نعم، هذه بالآلة الحاسبة. عند ربي سبحانه وتعالى الحسابات ما تكونش بالطريقة هذه. اللي قعد لي هما العشرة ألاف، هما اللي تصدقت بهم وخرجتهم في سبيل الله، هذوكم يقعدوا لي وربي يضعفهم لي ويخليهم لي ونلقاهم يوم القيامة. من الحسابات متاعنا مختلفة على الحسابات ربي سبحانه وتعالى. اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. هذا الذي أمسك المال بغية أن يزيد وينمي هذا المال، أو لهنا يدعو عليه بالتلف وبالمحق والعياذ بالله، وأن ربي سبحانه وتعالى لا يبارك له في ذلك المال. ما الدين متاعنا يدعونا إلى الإنفاق ويمنعنا من الإمساك. وقت تلقى فرصة باش تعاون يلزمك تعاون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. أنت أنفق مما عندك، والله تعالى سينفق عليك مما عنده. نعم، والكريم إذا أنفق، تخيلوا كيف سيكون إنفاقه. رب سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء، وإذا أراد أن يعطي فإنه يعطي عطاء لا حصر له ولا حد له. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال، قال له: أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. نعم، أنفق ينفق الله عليك. يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فما ناس يقول لك هم الأغنياء هم اللي قاعدين ينفقوا، وأحنا الفقراء معناش المال باش ننفقوا. معناها كانوا يتسائل كيف شنو الحل. الحل أنت ذكرته بكري سي خليفة، معناها اللي ما عندوش توا في رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي هذا الأجر لمن يعطي تمر
أو مذقت لبن أو شربت ماء، معناها تتصدق بالقليل وربي سبحانه وتعالى يكتب لك الكثير، ذلك الثواب. كما قالوا الأنصار، قالوا لقد ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله، معناها يصومون كما نصوم ولكنهم يتصدقون أكثر منا وينفقون أكثر منا. لهنا نواصل الحديث. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. معناه اللي أعطاه ربي سبحانه وتعالى المال فهذا عنده فرصة كبيرة أنه يتصدق وأنه ينفق وأنه يشارك في هذه المشاريع الاجتماعية ويعاون الناس اللي مستحقها. هذا فضل الله أعطاك إياه، وأنت لا تبخل على عباد الله بهذا الفضل، بأن تشاركهم وأن تفك كربتهم وأن تعين الملهوف منهم. لهنا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين عاد من الغار إلى السيدة خديجة، وعاد معناه في حالة يرجف فؤاده، قال: يا خديجة لقد خشيت على نفسي لعله رئيا من الجن. فالسيدة خديجة قعدت تتهدأ من روعه وتقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتغيث الملهوف. يعني من كانت هذه صفاته، هذا الذي يعين الملهوف ويعين على نوائب الدهر ويكسب المعدوم، فيستحيل على الله تعالى أن يتخلى عنه. اللي تكون هذه صفاته مستحيل أن ربي سبحانه وتعالى يتخلى عنه. أنت تنفق وتعاون وربي سبحانه وتعالى ينفق عليك مما عنده. من المؤمن عليه أنه يستغل فرصة ما أنعم الله عليه من نعمة المال، فينفق على الفقراء والمساكين والأرحام، وينفق على الضيوف، وينفق في كل مجالات الخير. كما قال الشيخ طيب: مجالات البر هي متعددة، ما على الإنسان إلا أن يبحث عن الباب الذي يستطيع أن يعين فيه فيعين فيه. هنا تحضرني قصة عجيبة، والقصة القصة رواها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه للصحابة، هي قصة تتحدث عن الإنفاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض، رجل يمشي في الصحراء، بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة، تشكلت سحابة غيمة وسمع فيها صوت. شنو الصوت هذا؟ اسقي حديقة فلان. السحابة هذه وكأنها مبعوثة وكأنها مأمورة، اسقي حديقة فلان. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، مكان هكا فيه الصخور، أفرغ كل الماء في تلك الحرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. الماء الكل تلم في مكان واحد وقعد يتبع فك الصخر هذاك، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، قاعد يخدم في الأرض متاعه ويحول فك الماء هذاك باش يمشي للأشجار متاعه باش يسقيها. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. نفس الاسم اللي قال اسقي سحابة فلان، نفس أو حديقة فلان. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، معناه سماك بالاسم، فما تصنع فيها؟ شنو السر؟ حاب يعرف شنو السر اللي خلى ربي سبحانه وتعالى يسخر هذه السحابة في أرض قفرة، في أرض صحراء، في فلات، وبعث له ربي هذا الرزق. قال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، في آخر بعد ما يحصد يشوف قدش خرج منها، فأتصدق بثلثه. شوف لنا الإنفاق في سبيل الله، يتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. ما ربي سبحانه وتعالى وحده عمل التقسيم هذا، ما عملش التقسيم بتاع الزكاة اللي هو العشر ولا نصف العشر، هو وحده خرج أكثر من الزكاة، خرج الثلث. فربي سبحانه وتعالى
حتى معناها الظروف المناخيه ماهيش مواتيه، وربي سخر له نعم. الماء وصل حتى لك المكان هذاك باش يسقي له الحديقه نتاعو. بارك الله فيك الشيخ بسام. احنا عندنا فاصل توا ان شاء الله، وسنعود الى الاخوه المستمعين بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى هذه الحلقة المتعلقة بالإنفاق وفضل الإنفاق ووجوه الإنفاق. الشيخ الطيب، ذكرت آية في تدخلك يقول فيها رب سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إن الله به عليم. هذه الآية احنا نشوف الإنسان اللي يعرف ما يناله من الخير في الدنيا وفي الآخرة إذا أنفق، خير كثير. حديث رواه الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل نخيل، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، وهو مكان موضع بالمدينة يعني حديقة من النخيل، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، هذه الحديقة، وإنها صدقة الله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، وهي كلمة استحسان ومدح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذه الناس اللي ترغب في الجنة، وأحب الأعمال لهنا هو أن الإنسان ينفق البر، أن تنالوا البر يعني رضوان الله سبحانه وتعالى والخير والجزاء. فالشيخ الطيب، الإنفاق هذا هنا فما إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فاجعلها في الأقربين، يعني أكيد أن لي أبي طلحة أقارب فقراء ربما، أو لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام فأشار إليه بهذا العمل. وأحنا بصفة عامة وسنتحدث في هذا، الإنفاق عنده أداب وعنده اتجاهات وكيف يكون. تفضل الشيخ. بسم الله. الإنفاق يعني مرفق اجتماعي كما قلنا متميز، عنده خصائص وعنده مميزات وعنده أدابه، إذا كان ننضبط معها منها يتحقق الخير الكثير من الإنفاق. منها ينبغي أن يكون هذا الإنفاق بالاعتدال والتوسط، دون تقتير ودون تبذير، فيجرد إن شئنا من هذين المظهرين. ولذلك يقول المولى تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني أنفهانوا لا إسراف ولا تقتير، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كذلك هناك مظهر يفسد على الناس هذه الفضيلة، فضيلة الإنفاق،
وهو أنهم قد يتبعونها بالمن والأذى وبالرياء. رب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. انظروا يعني كيف عبر القرآن على إبطال فائدة إن شئنا الإنفاق، أو على إبطال ثواب الإنفاق إذا دخله الرياء والسمعة والتظاهر. كما أنه جمع بين رياء الناس الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني أسقط من إيمانه ركنين هامين، وهو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأنه يعني كان يؤذي غيره بذلك. ورب العزة زد يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. غني عن نفقاتكم يا أهل المن والأذى. ثم هو سبحانه وتعالى كذلك حليم مع هذا بالنسبة للناس الذين يتوبون من هذا الخلق السيء. كذلك من خصائصه أن تكون هذه الصدقات، وهو الأفضل، أن تكون سرا، ولا بأس من الصدقة بمعنى ظاهرة أمام الناس، لعل الناس يقتدون ويعملون بعمل هذا المنفق. المولى تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. نعما هي يعني كلمة مدح. وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كذلك في حديث المشهور يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني ينتهي بقوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ثم إن كذلك صدقة السر يعني كما في الحديث تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. من الخصائص أن الإنسان لا يماطل في الإنفاق ولا يؤجله، بل يعجل، والإنفاق خير، وخير البر عاجله. يعني يقول المولى تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وهو يوم القيامة. يعني الإنسان في حياته يظل ينفق وينفق إلى نهاية هذه الحياة، يعني ويستعد للآخرة، فما عند الله أفضل. من هذه الآداب أو الخصائص أو المميزات يعني الله تبارك وتعالى المنفق سواء كان على زوجته أو على والديه أو على أبنائه أو على جيرانه أو على محيطه، ربي سبحانه وتعالى يخلف على صاحبه خيرا، ولذلك لا يخشى الفقر عندما ينفق. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت قال: أنفق بلالا ولا تخشى عند ذا العرش إقلالا، يعني بحيث زاد يعني الحديث اللي ذكره من أخونا بسام: الملكان يناديان زاد اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. تلف والعياذ بالله يتلف ما بين يديه من ثروة لأنه شحيح وبخيل، ولأنه لا ينفقها يعني في سبيل الله. هذه بعض الجوانب وبعض الآداب، أحيل الكلمة لأخي بسام ربما عنده تكملة إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ. أنا حبيت ذكرت حديث تذكرت، فما آداب في الإنفاق خاصة فيما يتعلق بالرياء.
لأنه من أخطر الأشياء ربما التي تذهب بالأجر بأجر العبادة إذا كان فيها رياء، أصبح العمل لغير وجه الله تعالى. الحديث صحيح، أولئك الثلاثة الذين يقضى عليهم يوم القيامة، أول رجل يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فيوقف بين يدي الله تعالى فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، فيقول يا رب جاهدت فيك واستشهدت، فيقول الله تعالى كذبت ولكن جاهدت وقاتلت حتى يقال جري فقد قيل، فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. والرجل اللي همنا احنا هما ثلاثة، الذي أعطاه الله تعالى من أصناف المال وغير ذلك، ويؤتى به ويقول الله تعالى يعرفه نعمه فيعرفها، ثم يقول له ما عملت فيها، فيقول يا رب ما تركت بابا من أبواب البر والخير إلا أنفقت فيه، فيقال له كذبت ولكنك كنت تنفق وتعطي يعني هذا المال، حتى يقال إنه جواد فقد قيل، فيؤخذ ويسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. والشخص الآخر الذي تعلم العلم وقرأ القرآن ويؤتى به فيسأل نفس السؤال، فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت القرآن، فيقال له بل تعلمت حتى يقال عالم وقرأت حتى يقال قارئ فقد قيل، إلى غيره إلى آخر الحديث. فإذا لابد للمنفق أن ينتبه إلى هذا الأمر، وقد الشيطان يدخل في النفس، والنفس تميل إلى الإعجاب وتميل إلى أن يرى الناس يراوه غيرها، فيبتغي الإنسان الأجر من الله تعالى ولا يظهر ذلك. وكيف ما قال كذلك إذا أتبع صدقته بالأذى والمن لك الشخص ذاك، ويقول له أنا إذا كان تواتي إيرا منه هكا موقف ما يعجبوش على حاجة، يقولوا نسيت ما أنا اللي أعطيتك وأنا نعطي فيك ونتصدق عليك وكذا وكذا وكذا. تفضل الشيخ بسام. شكرا. إذا كان نحوصل لإش قال الشيخ طيب، أهم حاجة في الإنفاق هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، معناه الإنفاق ما يكونش فما خلفه للرياء ولا السمعة ولا التظاهر، يلزم يكون الإنفاق هذاك خالصا لوجه الله تعالى. الإنسان ينفق على أسرته، ينفق على الفقراء، ينفق على المساكين دون ويكون الغاية نتاعه هو الله سبحانه وتعالى. كما قلت أيضا ترك المن والأذى، المن هو أنه يتحدث، المعطي يتحدث بما أعطى إلى أن يبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، يسمع لي فلان يتحدث يقول أني أنا أعطيت لفلان، أنا صاحب الفضل عليه، وهذا بالنسبة للمن. الأذى هو السب، هو التشكي، التطاول، وهذا يتوافق مع فطرة الإنسان. الإنسان عزيز النفس، عنده كرامة، ما يحبش شكون يعطيه ويسبه ولا يقول له راني أنا صاحب الفضل، راني عملت معاك، يبدأ يذكر فيه، هذا يجرح الإنسان، وتأبى معناه النفس أنه يقترن العطاء بالمن والأذى. أيضا الإنفاق لابد أن يكون من مال طيب. الإنسان يزم يعرف لرب سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب، الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولذلك أمر الله تعالى المنفقين بأن يكون كسبهم طيبا وإنفاقهم طيبا. وش معنى الإنفاق يكون طيب؟ يكون مكن البال المحبب للنفس اللي تحبه نفسك أنت، ما يجيش منه مثلا تتعشى كسكسي باللحم وكيفاش جيت تخرج للفقير تخرج له معناها البيت اللي عندك البارح، اذا تعطيه من حاجه اللي تحبها نفسك. ايضا كما ذكر سي طيب الاعتدال في الانفاق، لا يقتر ولا يبخل، ما يكونش الانسان معناها شحيح وفي نفس الوقت لا يسرف ولا يتجاوز الاعتدال. المال هو امانه عند الانسان، ربي رزقه المال وهو سيسأل عنه. كما تعرف أجر الصدقة، صدقة فيها أجر كبير، خاصة إذا أخرجها المنفق سرا وقت اللي تحتاج، معناه تشتد حاجة الفقير إليها، وخاصة أنك يبدأ محتاج الفقير وأنت تسرع به بها إليه، وقت اللي يبدأ عندك المال وهو محتاج، وقتها تنجم هو مستحق توا وما تعطيهوش أنت،
وبعد جي نهار اخر تعطيه تقول له يقول لك وينك، معناها وقت اللي انا كنت مستحق وكان عطيتني في الوقت هذا يكون افضل. ايضا النفقه تكون للقريب وللارحام هما الاولى ونؤثرهم على غيرهم. يقول ربي سبحانه وتعالى: قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الايه من سوره ابراهيم. يقول ربي ايضا في سوره سبأ: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني نفس الفكرة تتعاود، أنك الإنفاق أنت تخرج وربي سبحانه وتعالى سيخلف عليك، سيعوضك الله. ما تقولش أني خرجت ومش نقعد فقير. شكون اللي يقول لك توك تخرج تقعد فقير؟ هو الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. ربي سبحانه وتعالى وعدك أنك حين تنفق سيغفر لك، أنه سوف يعطيك من فضله. هذا هو معنى باش تكون الصدقة مقبولة عند الله تعالى، يلزم تكون فيها الإخلاص، وما يكونش الإنسان ينوي بها التفاخر أمام الناس، وإن استطاع أن يخفيها عن أعين الناس فإن الله سيزيده الأجر والثواب، ويختار أفضل الأصناف من الطعام ولا من المال اللي باش يخرجه ولا من اللباس. وعليه أيضا ألا يؤذي المتصدق عليه فيتبع صدقته بالمن والأذى، وإلا فما يعود في صدقته يتصدق وبعد يقول لا ما اخترليش، رجع لي فلوسي. هذا معناها ليس من آداب المؤمن. هذه الهبة معناها إذا خرجت من صاحبها للموهوب فأصبحت من حق الموهوب. لأن الصدقة معناها هل تكون سرا أم تكون جهرة، أيهما أفضل؟ ماذا بينا نسمع الشيخ؟ أنا مش نسأل الشيخ، كرناها هذه بارك الله فيك الشيخ. مش نسأل القرآن جاوب أن تبدو الصدقات فني عما هي وحتى هي لولا وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، بحيث هو في الاثنين ثم خير، لكن صدقة السر باش تقطع معناها مشاعر هذيك الرياء ومشاعر معناها يتمزع ليه نقولوا نحن كذا ويتظاهر عليه معناها بأنه أقوى منه بأنه خير منه بأنه كذا، بحيث تبقى معناها أفضل وربي سبحانه وتعالى. لأن هذا الإنفاق في الإسلام معناها مشاعر دينية بحتة، وهو يؤكد رابطة كبيرة بين العبد وبين خالقه، لأنه هو الذي رزقه ولأنه هو الذي وفر لديه المال حتى يتصرف فيه بهذا النوع من التصرف. يعني المولى تبارك وتعالى يعني دعانا دائما إلى المسارعة إلى الخيرات دائما والمسابقة فاستبقوا الخيرات. يعني فمن الخيرات هو الإنفاق، هذا خاصة توا نشوفه في هذا الشهر الفضيل أن أهل البر والتقوى يتسابقوا ويتنافسوا من في الإنفاق الخير. في المساجد يجيب الماء يجيب التمر، من قضيات هذيك متاع رمضان قفة رمضان مثلا فولت سنة حميدة في القروان راي وفي تونس بصفة عام، يعني تكثر بالنسبة للإفطار وبالنسبة للمناسبات الأخرى، يعني تكثر في رمضان عائلات يعني ربما نتصور في عديد البقايا ما تلقاش شكون يشق فطر على قدمة خبز يابسة ولا حاجة، فهمت؟ ما تلقاش تقريبا معناها، بحيث معناها موجود. علاش؟ لأن أهل البر وأهل الخير يتسابقوا في هذا. ربي سبحانه وتعالى يعني وقت قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ووقت اللي قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا وزنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في السراء. يعني باش نزيدوا نفهموا الانفاق مش شيء كان في الضراء في الامراض وفي الجوع وفي العراء في المصايب وفي كذا، لا زاد معناها في السراء. كيفاش باش ينفق معناها في السراء؟
يعني يعني الهديه الهديه مثلا نعم. واحد فرح من قدموا له هديه في عرسه مثلا ولا نجح قدموا له كذا من هني في السر يعني ولا ولذلك نحن زعلنا في رمضان نتهداو الاطعام في السراء يعني نقولوا نحن كان نبدلوا من الاطعام هو في السراء لان هذاك زاد ما ظننا باش يالف بين القلوب حيث والعكس والعكس والعياذ بالله هاك الناس الذين من يتباطؤون ويتلكؤون منها باش يقدم هديه ولا باش يقدم معناها صدقه ربي سبحانه وتعالى هددهم هذوما وقت قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه والعياذ بالله يولي له ثعبان من هيك المال نتاعه يوم القيامه ويطوقه في عنقه ويعصره تصور شوف المشهد المشهد هذايا يعني كذلك كان من أشير إلى أصحابي الجليل أبي طلحة من اللي كان أكثر الأنصار يعني مالا وأعز ما يملك منها وتصدق به كما ذكرت من وقت اللي ذكر ربي أيوة البر وقت اللي قال لن تنالوا البر حتى نال البر حتى كذا يعني قلت هذه يعني بعض جوانب وما عرفش كذا كان نتحولوش ثمار الانفاق هذا تمنجوه ان شاء الله بارك الله فيك وفوائد الانفاق اي الشيخ ثمار الانفاق سنذكرها وانت ذكرت توا قلت هاك الانفاق اللي هو فيه الصدقة فيه الإطعام والإطعام ممكن يكون للفقير وممكن يكون حتى للغني بالضيافة مثلا الضيافة وفيها أحاديث كثيرة فيما يتعلق في تبادل هك الضيافة يجي هذا لك الشيخ وهذا في شهر رمضان موجود بين الأقارب عائلة تمشي بحذا العائلة ذيك يعني تشق فترها وعائلة أخرى كذلك يتبادلوا هالأمر هذا بطبيعة الحال هذايا في الأمر احنا عندنا ثمار ربما بعد الفاصل نأخذها بأكثر تفصيل ثمار دنيوية وثمار أخروية والثمار الدنيوية ربما من أهمها هو نشر هك التحابب ومن أهمها هو هك التآلف بين المسلمين وفي المجتمع إذا كان يتم فيه هالإنفاق هذا وهذا يعطي لهذا وذاك يعطي حتى أنه هك الحقد متاع الفقير ربما كي راه غني يحقد عليه ولا يحزن يتنحى إذا كان هك الغني راه يساعد وينفق عليه فتولي تتكون هك المحبة وعندنا احنا حديث كثيرة في هذا الأمر منها مثلا أن الإنفاق هو أمر به ربي سبحانه وتعالى وحث عليه القرآن ودعا إليه وكل شيء أمر به ربي سبحانه وتعالى خاصة في القرآن وفي الكتاب وفي السنة على المسلم أن يعمل به ويجتهد فيه وشفنا احنا كما ذكرت أبو طلحة بمجرد أنه نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مباشرة جنة وبر من الله تعالى ينال البر يحب ينال البر ما عادش يولي يفكر هاو أعطاه ولا هاو نقص من ماله ولا غيرها ولا غيرها فالله سبحانه وتعالى إيش يقول لنا في كتابه العزيز آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وقال رب سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى خلق العباد الغني والفقير والمريض والمعافى
والقوي والضعيف. وهذا شأن الدنيا حتى يتم الابتلاء وحتى يتم هكذا التعايش بين الناس. فالغني حين يعطي ويتصدق على الفقير تتكون هكذا المحبة هذيك. الصحيح والمعافى وقت يعود المريض وعيادة المريض مطلوبة في شرعنا وفي ديننا، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فكالحديث المعروف: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: كيف ربي أعودك وأنت رب، كيف أعودك ربي وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم، أجيل هنا الإنفاق، استطعمتك فلم تطعمني. يقول: كيف ربي أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. فيقول: كيف أسقيك ربي وأنت رب العالمين؟ يعني ربي لا يحتاج إلى هذا، هو ظن مفهوم آخر، ولكن معناها ابتغيت الأجر من عندي، كنت تبتغي الأجر من عندي. فيقول: أما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت لو أنك سقيته لوجدت ذلك عندي. فهذا التعامل وهذه الأخلاق، فإن شاء الله تكون هاك اللحمة هذيك. احنا سنتحدث كما أذكر الشيخ عن آثار هذا الإنفاق وما يلحق المنفق من خير في الدنيا وكذلك في الآخرة. أيها المستمعون الأعزاء، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة إن شاء الله. فاللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وطهرنا من جميع الذنوب والآثام، وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم كلنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.